جالية الأكدار والسيف البتار في الصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم لمولانا ضياء الدين خالد البغدادي النقشبندي قدس الله سره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنك أوجبت علينا ما لا نملكه إلا بك، فهب لنا ما يرضيك عنا، إنا عجزنا من حيث إحاطة عقولنا وغاية أفهامنا ومنتهى إرادتنا وسوابق هممنا أن نصلي عليه من حيث هو، وكيف نقدر على ذلك وقد جعلت كلامك خلقه وأسماءك مظهره ومنشأ مخلوقاتك منه، وأنت ملجأه وركنه وملؤك الأعلى عصابته ونصرته، فصل وسلم اللهم عليه من حيث تعلقت قدرتك بمصنوعاتك وتحققت أسماؤك بإرادتك، فهو الذي منه ابتدأت المعلومات وإليه جعلت غاية الغايات، وبه أقمت الحجج على المخلوقات، فهو أمينك وخازن علمك، حامل لواء حمدك، معدن سرك، مظهر عزك، نقطة دائرة ملكك، ومحيطه ومركبه وبسيطه. صلاة تسمع بها ندائي وتعطيني بها في مرضاتك رضائي، وتبلغني بها في الدارين منائي، وتستجيب بها دعائي. يا الله 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 يا الله. يا رحمن يا رحيم يا ملك، يا رحمن يا رحيم يا ملك، يا رحمن يا رحيم يا ملك، يا من نسبت إليه العظمة الأبدية والديمومية السرمدية، تقدست أسماؤك وتنزه عن مشابهة الأمثال ذاتك. يا الله بك تحصنت، يا الله بك تحصنت، يا الله بك تحصنت، وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرت، وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرت، وبعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجرت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك بالسلام على سيدنا محمد الذي هو إنسان عين الكل في حضرة وحدانيتك وجمع جمع الجمع في بديع حكمتك،
وعرش استواء وحدانيتك من حيث إحاطة خزينة ألوهيتك ولوح رحمانيتك الذي كتبت فيه بقلم فردانيتك ومداد صمدانيتك تبشيرا لقوم مؤمنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلاة تدخلني بها اللهم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن اللهم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن اللهم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن جنة أعدت للمتقين وأغثني يا غياث المستغيثين بحق عبدك أبي بن كعب والأخنس بن خبيب السلمي رضي الله عنهما وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو صاحب البرهان والسبب في وجود كل إنسان كاف كرم الكفاية هاء الألوهية والرعاية وياء اليقظة والهداية عين العصمة والعناية فصاد الصراط المنشور صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صلاة تسبل اللهم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق بها علي الستر الجميل وأتوسل إليك بحق عبدك الأرقم بن أبي الأرقم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسعد بن يزيد وأنس بن معاذ وأنيس بن قتادة وأنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوس بن ثابت وأوس بن خولي وإياس بن أوس وإياس بن البكير رضي الله عنهم وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم القرآن وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي شيد أركان الشريعة للعالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح أفعال الطريقة للسائرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي رمز في علوم الحقيقة للعارفين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهر أسرار الغيوب وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو باب كل طالب ودليل كل محجوب
فصل وسلم اللهم عليه صلاة تبني علي بها، يا بارئ يا مصور يا غفار، يا بارئ يا مصور يا غفار، يا بارئ يا مصور يا غفار. سور أمانك وسرادق عز عظمتك بحق عبدك البراء بن معرور وبجير بن أبي بجير وبحاث بن ثعلبة وبسبسة بن عمرو وبشر بن البراء وبشير بن سعد وبلال بن رباح رضي الله عنهم. وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أشرقت على هيكله من أنوارك القدسية وأفضت على روحه من أسرارك العلية مددا قربه إلى حضرتك السنية، وأنلته منك القرب الأسنى فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، صلاة تفتح اللهم بها أقفال قلبي بمفاتيح حبه، وتطهر بها سرائرنا بمشاهدته وقربه، وأعذني بها يا قهار يا وهاب يا رزاق، يا قهار يا وهاب يا رزاق، يا قهار يا وهاب يا رزاق. واحرسني بحق عبدك تميم بن يعار وتميم مولى بني غنم وتميم مولى خراش رضي الله عنهم. وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الأسنى مظهر سر الصفات والأسماء من فاز بالقرب الأنمى في حضرة المسمى فكان عين مظاهرها الوجودية من حيث إحاطة علمك، وعين أسرارها الجودية من حيث إحاطة كرمك، وعين اختراعاتها الكونية من حيث إحاطة قدرتك، وعين مقدوراتها الجبروتية من حيث إحاطة إرادتك، وعين نشأتها الإحسانية من حيث إحاطة رحمتك، صلاة تكفيني اللهم بها يا فتاح يا عليم يا قابض، يا فتاح يا عليم يا قابض، يا فتاح يا عليم يا قابض. بأسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان بحق عبدك ثابت بن أقرم وثابت بن ثعلبة وثابت بن خالد وثابت بن عمرو وثابت بن هزال وثعلبة بن حاطب وثعلبة بن عمرو وثعلبة بن عنمة وثقف بن عمرو رضي الله عنهم. وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على الأب الأول ومن عليه المعول يعسو بالأرواح مفتاح الفتاح بداية البداية ونهاية النهاية السر المكنون الجامع للأسرار والنور المصون الهامع بفيض الأنوار أكمل ظاهر في الباطن بتجلي المظاهر
الغيث المدرار، القائم على قدم العبودية آناء الليل وأطراف النهار، الذي أنزلت عليه في محكم الذكر والتنزيل والتذكار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلاة تنجيني اللهم بها يا باسط يا خافض يا رافع، يا باسط يا خافض يا رافع، يا باسط يا خافض يا رافع، من عبادك الظالمين والباغين والمعتدين، بحق عبدك جابر بن عبد الله بن رياب، وجابر بن عبد الله بن عمرو، وجابر بن عتيك، وجبار بن صخر، وجبير بن إياس رضي الله عنهم. وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على قبضة النور وروضة الحضور أصل الأصول ووصل الوصول ينبوع الحقائق ومجمع الدقائق مبيد الفجار وقاطع الكفار صلاة متوالية التكرار ما تعاقب الليل والنهار تبلغني بها المناجح والأوطار واكفني بها اللهم يا معز يا مذل يا سميع يا معز يا مذل يا سميع يا معز يا مذل يا سميع خديعة مكر الأعداء والفجار أهل الحقد والإضرار بحق عبدك الحارث بن أنس والحارث بن أوس بن رافع والحارث بن أوس بن معاذ والحارث بن حاطب والحارث بن خزمة الخزرجي والحارث بن خزمة الأوسي والحارث بن أبي خزمة والحارث بن عرفجة والحارث بن الصمة والحارث بن قيس الأوسي والحارث بن قيس الخزرجي والحارث بن النعمان وحارثة بن سراقة وحارثة بن النعمان وحاطب بن أبي البلتعة وحاطب بن عمرو والحباب بن المنذر وحبيب بن الأسود وحرام بن ملحان وحريث بن زيد وحصين بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وحمزة بن الحمير رضي الله عنهم وبفضلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو منبع فيض اللاهوت ومرتع جميع الرحموت وواسطة عقد الناسوت ورابطة كنه الجبروت سر سر السر والأسرار والنور الذي تفتقت من نوره كل الأنوار صلاة تذيقني اللهم بها يا بصير يا حكم يا عدل يا بصير يا حكم يا عدل يا بصير يا حكم يا عدل لذة صافي شربة من حوضه المورود بحق عبدك خارجة بن زيد وخالد بن بكير وخالد بن قيس وخباب بن الأرت وخباب مولى عتبة وخبيب بن إساف وخداش بن قتادة وخراش بن الصمة
وخريم بن فاتك وخلاد بن رافع وخلاد بن سويد وخلاد بن عمرو وخلاد بن قيس وخوات بن جبير وخليفة بن عدي وخنيس بن حذافة وخليد بن قيس وخولي بن أبي خولي رضي الله عنهم. وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي توجته عزا ووقارا وأمطرت على قلبه من سحائب رحمتك فيضا مدرارا ووضعت عنه أوزارا وأثقالا وخصصته بالشفاعة العظمى في يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى صلاة تحفظني اللهم بها من الأعداء والظلمة والحساد يا لطيف 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 يا خبير يا حليم يا خبير يا حليم يا خبير يا حليم بحق عبدك دكين بن سعد وذكوان بن عبد قيس بن خلدة وذي الشمالين عمير بن عبد عمرو رضي الله عنهم. وبفضل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو إنسان عين الأزل وحبيب من لم يزل الرسول المعظم والنبي المكرم إمام الأنبياء والمرسلين والداعي إلى توحيد رب العالمين طبيب الأرواح ومنهل الأفراح خير من بعث بالرشاد وأفضل من تشفع في الخلق يوم التناد صلاة تكون حرزا من الطرد والإبعاد والبغي والفساد وآمني بها يا عظيم يا غفور يا شكور يا عظيم يا غفور يا شكور يا عظيم يا غفور يا شكور من السوء والغضب بحق عبدك راشد بن المعلى ورافع بن المعلى ورافع بن الحارث ورافع بن عنجدم ورافع بن مالك ورافع بن يزيد وربعي بن رافع وربيع بن إياس وربيعة بن أكثم ورخيلة بن ثعلبة ورفاعة بن الحارث ورفاعة بن رافع ورفاعة بن عبد المنذر ورفاعة بن عمرو رضي الله عنهم.